أنا أليس إيمت وأعيش من أجل المغامرة. أريد أن أكون في الأماكن الأقل زيارة. بعض الأماكن الأبعد الباقية على الأرض يجري الوصول إليها بواسطة البحر فقط، لذا علي أن أتعلم الإبحار. وأنا أحتاج إلى قارب مثل مستكشفي الماضي. موطني ورحلتي سيكونان فوق المياه. أراك لاحقاً نيوزيلندا؟ وهناك فوق ذلك اللون الأزرق كقبطان للسفينة الخاصة سيجري اختباري كما لم يجري من ذي قبل. مساري محدد نحو جزر محيط الجنوب الهادئ النائية لاكتشاف الأشخاص المعزولين والجمال النادر وأسرار تلك الشواطئ المنسية. فلتبدأ الرحلة إذن. جبل تابوا هينوكو بارتفاع 2743 متراً سمي تيمناً بطاه موري كان محارباً، وهو أول جبل تسلقته في حياتي. جزء من الاكتشاف والمغامرة هو تبسيط الأمور، وهذا يجعلك منفتحاً على الاستقبال والتعلم والنمو. أنا لا أحب المغامرة فقط، بل هي الهواء الذي أتنفسه. الحياة من دون مغامرة بالنسبة إلي هي حياة بلا طعم. إن كنت تذهب إلى أماكن يقصدها الكثير من السياح تكون الأمور مرسومة أكثر. أنا أبحث باستمرار عن تجارب حقيقية وتجارب جديدة. هذا ما أعيش لأجله، هذا ما أسافر لأجله. أحب فقط أن أكون في أماكن كهذه لأنها تشعرني بأنني على قيد الحياة. كلما صعدت إلى هنا غير هذا منظوري عن الحياة. لم أهزم جبل إيفرست بعد، لكن بطريقة ما سأهزمه هناك على المحيط. هذه هي الخطة. هذا واحد من جبالي المفضلة. يمكنك رؤية هذا من منزلي. منزلي يبعد نحو 120 كيلومترا في ذلك الاتجاه. في كل يوم أنظر إلى هذا من حديقة منزلي الأمامية. بقيت أقول لفترة من الزمن إن في رحلة التالية أخطط للإبحار إلى جنوب المحيط الهادئ. سأذهب إلى أماكن لا يمكن الوصول إليها إلا فوق الماء. المشكلة الوحيدة هي أنني لا أعرف كيف أبحر. لكن كهدية في عيد ميلادي صديقي ريك عرض علي أن يأخذني في رحلة إبحار. أتخيل إن كنت أستطيع تسلق جبل، فإنه يمكنني الإبحار. أليس يحب أن يعيش بمخاطرة كبيرة؟ وإلا لن يكون الأمر كافيا. يمكنك إعطاؤه النصائح ويمكنك التحدث إليه. أجل أجل، وهو يصغي إليك بأذن واحدة إن صح التعبير. ذلك شيء الجميل متوافر فيه. إنه يبذل مجهودا كبيرا، إنه نشيط جدا. نحن على بعد 3 أيام من المغادرة، والمياه مفتوحة ومكشوفة قدر ما تستطيع تصوره. وفي هذا الوقت من السنة موسم الأعاصير يقترب، لذا سنرى كيف ستسير الأمور. خطة ريك هي الإبحار من هافلوك إلى جزر كيرمديك، وهي جزر في أقصى شمال نيوزيلندا يمكن الوصول إليها بالقارب فقط. سنستغرق نحو 4 أيام للوصول إلى هناك. مكشوفة، أليس كذلك؟ إنها في وسط مكان مجهول. نعم نعم، إنه مذهل. إنك ترى المنطقة التي تريد الذهاب إليها، لكن كل شيء يعود إلى الفرص. في المحصلة النهائية تريد الابتعاد عن اليابسة. دعنا نفعل هذا. إذا أردت الوصول إلى كل هذه الجزر البعيدة التي يمكن الوصول إليها بالقارب فقط، فإنني أريد فعل ذلك وحدي. أريد الإبحار بالسفينة الخاصة. وإذا لم أستطع إنجاز ذلك مع ريك، فعلى حين غرة قد يموت هذا الحلم مع هذه الرحلة الأولى. وأنا قلق حيال ذلك. إما أن ننتصر أو ننكسر. لقد أرشدوني بأن أكتب اسم القارب على ظهر جميع ستر النجاة هذه. وعندما سألت عن السبب، عندما تنجرف الجثة إلى الشاطئ يعرفون من أي قارب أتت. سنكون بعيدين لمئات ومئات الكيلومترات عن أي مكان من اليابسة أو المساعدة، وهذا هو السبب الذي يحتم أن نكون مستعدين جيدا في الوقت الحالي. ثم في الاتجاه الآخر، بما أنه ليس لدي فكرة عما سأفعله، أحضر ريك معه بيل. وبيل هو بحار ذو خبرة كبيرة.
لدينا تسرب في الغاز، حيث يجب ألا يكون هناك تسرب، لكننا سنصلحه قبل أن نذهب. بين ريك وبيل أنا واثق بأنني بين أيد أمينة، أملي الوحيد هو أن أستطيع التحمل. الطقس سيصبح سيئا، لذا نحن في عجلة من أمرنا للتغلب على هذا الطقس. نحن بعيدون، أتطلع إلى هذا. نحن بعيدون، هذا رائع. أقف عند مقدمة القارب وأشعر بأول نسيم بحر على وجهي. إنه بارد، إنه نشط. سنترك اليابسة وراءنا، وما من خط رجعة. حسناً، إنه الاتجاه الخاطئ، لا أعرف شيئاً عن الإبحار. 8 كيلومترات في الساعة وتزداد. إنه متلاطم كثيراً. كنت أشكك في قراري بشأن هذه الرحلة عندما كنت أحاول ألا أتقيأ، وإذا نظرت إلى المقصورة في الأسفل فسأرى بيل يقرأ مجلة بطبعة جيدة، وكأنه يوم جميل ومشمس يقضيه في شرفة منزله. هناك مخاطر أكثر بكثير عند الابتعاد عن الشاطئ. هناك نسبة كبيرة من الانكشاف، وإن كانت هناك عاصفة فليس هناك ما يمكننا فعله. أنا مسرور لأنني فعلت ذلك. الرياح تزداد سرعتها قليلا، تزداد سرعتها إلى نحو 48 كيلومترا في الساعة. تمهل، تمهل. أي واحد سنشد؟ ذاك؟ لا. ما الخطأ الذي ارتكبته؟ أنت أصعد إلى الأعلى، فقط انتظر. هذا أفضل. ما رأيك بيل؟ هل تحب هذه الحالات؟ هذا جميل يا صديقي، الطقس البارد والإبحار الصعب في أي يوم، هذا أجمل ما في الأمر، البقاء حيا والاستمتاع به. أحاول تخيل نفسي أبحر بسفينة خاصة، أعني لا يمكن أن أكون حتى عاملا على سفينة ريك. أنظر إلى بيل وإلى ريك ويبدوان أنهما يعرفان ما يفعلانه على نحو غريزي، لا يفكران بل يتصرفان وحسب، وهناك طبقات كثيرة من المرونة لا يدرك المرء وجودها حتى ما لم يصعد حقا على متن السفينة. لا أعتقد أنني كنت مستعدا لهذا. انتبه إلى هناك، انتبه جيدا. عليك أن تظهر نفسك طوال الوقت هنا وأن تبقى تقريبا منتبها. تنظر من النافذة وبعد لحظة واحدة كل ما تراه هو السماء، وفي الدقيقة التالية تصبح النوافذ تحت الماء. يا للهول. أنت على ما يرام؟ أجل. نحن على الأرجح بعيدون 32 كيلومترا عن جزيرة راؤول في جزر كيرمدك، ونتطلع نحو بلوغ اليابسة. هل رأى أحدنا اليابسة أمامه؟ نعم أنا، إنها أمامنا. جميل، مذهل. أشعر وكأنني خرجت إلى البحر منذ 3 أسابيع. هذه الجزر بعيدة، لا يمكننا الطيران هنا. الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذه الأماكن تكون عبر الإبحار. هذا مثال على الحرية.
مرت فترة طويلة منذ ذهابي إلى الغوص. خندق كيرمديك أنشئ خارج هذا الشاطئ وليس بعيداً، يبلغ عمقه 10,000 متر، ومع ذلك يأتيك التيار الهائل من الموجات المتقلبة، وبالطبع هذا يأتي بالمواد الغذائية إلى السطح. ما أتوقع رؤيته هو مجموعة ضخمة من الأسماك، ليس مجرد أنواع متنوعة بل أعداد ضخمة. سيكون من الممتع أن ننزل رؤوسنا تحت الماء. هذا المكان يعج بالحياة. يمكننا الفهم بسهولة لماذا كافحت نيوزيلندا لكي تجعل هذه محمية. إنه يدفع الأرباح. جزر كيرمديك هي جزء من سلسلة براكين، والكثير منها تحت الماء. الوصول إلى هنا كان قطعاً صعباً، لكن عندما تصل إلى هنا فكل هذا يجعل ذلك يستحق العناء. أسماك قرش جالاباغوس هذه مفتونة جداً بي. إنها حقاً مخلوقات فضولية. قد تجد هذا مخيفاً بعض الشيء، وأنا لدي فعلاً احترام كبير لسمك القرش، لكن هذه المخلوقات إنها جميلة جداً لكي نخاف منها. جزر كيرمديك بعيدة جداً، أناس قليلون يستطيعون الغوص في هذه المياه، وهناك احتمالات لأنني أنظر إلى جزء من الكوكب لم يره أي أحد من ذي قبل. انظروا إلى هذه السمكة، إنها سمكة القشر، وهذا هو بيتها، هذا الكهف الصغير. تعيش هذه الأسماك بين 40 عاماً و50، ولأن هذه المنطقة محمية بحرية لن يجري إزعاج هذه السمكة، وستعيش حياة طويلة وهانئة. ريك وبيل يناديانني لكي أعود إلى السطح. أمل أن يكون كل شيء على ما يرام في الأعلى. هيا نصعد. تلقينا تقريرا للتو عن الطقس، ولا يبدو مبشرا كثيرا لنا حيث نحن الآن. يتوقع حدوث عاصفة استوائية. أعني أن البقاء هنا ليس خيارا متاحا لنا؟ لا، ليس لدينا خيار للبقاء هنا. ما من مأوى حول هذه الجزيرة. لن يستغرق الأمر طويلا للوصول إلى المنطقة التي نريدها. الطريقة الوحيدة هي المغادرة وأخذ الأسبقية، وهذا هو الجانب السلبي. لا يمكنك التغلب على العاصفة أبدا. كان يجب أن تشتري قاربا أسرع. علينا حزم أمتعتنا والتحرك الآن قبل أن يزداد الأمر سوءا. حسنا، لقد نجونا. قد نضطر إلى الضغط على أنفسنا بأقصى حد للوصول إلى أبعد مدى ممكن وبأقصى سرعة ممكنة. نتمنى فقط أن نتغلب عليها. لطالما أردت أن أتي إلى جزر كيرمديك للوصول إلى هنا والحصول على الفرصة لكي أرى هذا المكان بكل وضوح. لم تطأ أقدامنا أرض الجزيرة، وبيل وريك اتخذ قرار القائد الصعب. وبالرغم أنه ضد التيار بالنسبة إلي، إلا أن ما يجب علينا فعله هو العودة إلى الوطن. لدينا مشكلة صغيرة. ظللنا نبحر طوال الليل بوجود رياح سريعة. هذا الصباح ارتفعت سرعتها إلى 46 كيلومترا في الساعة، والمفصل بين الشراع الرئيسي والساري انكسر، الذي يدعى المعقوفة. في الوقت الحالي ذهب ريك وبيل إلى المقدمة، وهما يحاولان سحب الشراع يدويا إلى الأسفل لتقليل منطقة الشراع. الهواء يزداد قوة، ولا أعرف ما الذي سنفعله. أنت متكل فقط على نفسك وعلى ما لديك في المركب. هذا جيد في الحالة الطارئة لكي يتماسك الجميع معا ويلقوا نظرة ويفكروا فيما سيفعلون ويدركوا كيف يكون الشخص عرضة للخطر في المحيط. يقول ريك إنه إذا لم نصلح الشراع الرئيسي فلن نتمكن من التغلب على العاصفة، وهذه مشكلة. هيا، هذا يكفي، جرب من جديد. جميل، أحسنت. إننا نبحر مجددا. أجل،
تطلب الأمر بعض الجهد، لكننا تمكنا من إخراج المسمار واستبداله ببرغي فولاذي مقاوم للصدأ، وبعدها أعدنا وضع ذلك الشراع الرئيسي. لذا عدنا إلى العمل وسنعود إلى مسارنا. رائع. هذا أصل المشكلة. هذا هو الشيء الذي أحدث كل الحزن. أحسنتم صنعا يا رفاق. أكثر من مرة تكهنت بهذه الرحلة الخاصة بي عبر البحر إلى ما وراء الأفق. إنها كل الأماكن التي أريد الذهاب إليها، لكنني أدركت أنه من أجل الوصول إلى هناك يجب أن أتعلم أولا كيف أبحر. ما في الإبحار هو ترويض قوة الرياح، ويجب أن أتعلم كيف أبحر، ويجب أن أبدأ بالأساسيات الأولية وأخطو كل خطوة على حدة وأحرز التقدم. أنشأت فريقا مع رجل يدعى تيم، وهو مدرب إبحار، سيعلمني كيف أبحر بزورق صغير. إن كان قاربك موجها باستقامة باتجاه الرياح التي يظهرها هذا السهم هنا، فلن تتحرك إلى أي مكان. إذن يجب الانطلاق بخط متعرج. التعرج عكس الرياح يدعى تغيير الاتجاه أو التهرب. دعنا نجرب تغيير الاتجاهات. امشي عكس هذا الطريق. أتمنى ألا يكون القارب الكبير مترنحا كهذا. جميع الأساسيات هي نفسها. كنت آمل أن يكون الوضع أسهل في القارب الأكبر. لم يسر الأمر كما ينبغي. عندما أرتكب خطأ فإنه يخبرني على الفور. يبدو أن أمامي رحلة طويلة. على نحو قطعي. لا لا، أعني أن أستطيع الإبحار بقاربي، فضلا عن الرحلة التي سأخوضها به. آمل أن أنجح. هل أنت بخير؟ إنه بارد. هل أنت على ما يرام؟ الماء بارد، بارد جدا. أنت تتحسن في هذا. أعتقد أنك ستصبح أستاذ استعادة الانتعاش بأداء جملة تدريبات كبيرة. لماذا لم نفعل هذا في الصيف؟ أنت مستعد لعبور المحيط الهادئ؟ الأمر ليس سهلا، صحيح؟ سأتقن هذا، أمل ذلك. ترعرعت في هذه البلدة الريفية الصغيرة، وأعتقد أنني كطفل كانت حياتي محمية جدا، ليس جغرافيا فقط، لكن والدي كانا واعيين، وعلى نحو ما أعتقد أن ذلك أحبطني. أعتقد أنني كنت ربما دائما أتجاوز الحدود قليلا، ربما ما زلت أتمرد. ولد إليس في 22 من سبتمبر عام 72، أهذا صحيح؟ لست أدري. إذا عدت بالزمن إلى الوراء قليلا، فلقد خسرنا ابنة أخت ظللنا نعتني بها 4 أعوام. صدمتها سيارة، لذا قررنا أن يكون لدينا طفل آخر. إليس هو ذلك الطفل. عندما ولد رأيت هذا الطفل مختلفا، رأيت شيئا ما فيه، هذا العقل المستكشف الذي يريد معرفة كل شيء وكيفية إنجاز الأمور. أعتقد أنها الجينات. إلين كان لديها عم يدعى جوردن لوكي، وكانوا يصفونه بالرجل الحديدي الأول في البلاد. العم جوردن كان ذا عزم، كان يقفز من الأعالي، وأمي كانت تقول إنه يؤدي دائما أشياء سخيفة، لكنه كان يؤدي أشياء مختلفة دائما. لقد دفع عربة يدوية بين ويلينغتون وأوكلاند. كان قويا مثل إليس، وربما بالغباء نفسه. لقد كان مختلفا قليلا عن أي شخص آخر. إنه يحب الأعمال المثيرة حقا، إنه مغامر. نحن فخوران بما يفعله رغم أن ما يفعله مقلق. لا يمكن أن يكون لديك كبرياء من دون قلق. هناك رياح شديدة بعض الشيء على الماء، لذا أنا أتطلع للخروج من بينها. ها نحن ذا. أيبدو ذلك على ما يرام؟ ذلك يبدو جيدا.
سأبحر مع ديف اليوم، وهو من جنوب أفريقيا. إنه يبحر طوال حياته، وسأبحر بيخت حقيقي. سيكون الأمر رائعا. سيعلمني ديف كيف أقلم الأشرعة، وتقليم الأشرعة هو إعطاؤها حقا الشكل من أجل الحصول على أقصى الإمكانات من الرياح. الخطأ الشائع هو تغطية الأشرعة أكثر من اللازم. إنها تبدو مذهلة، لكنها لا تؤدي العمل الذي يفترض بها أن تؤديه. ركبت في طائرة صحيح؟ نعم. إذن عندما تتحرك الطائرة للهبوط، ما يفعله الطيار على نحو أساسي هو تهيئة الجناحين للأمر أكثر. أجل. لكي يصبح لديه قوة رفع أقوى بسرعة أقل. الرياح التي تتدفق فوق أعلى الجناح لديها مسافة أكبر للانتقال من الرياح التي تتدفق أسفل الجناح الذي يشكل قوة الرفع. إذن إن كان عليك قلب ذلك على جانبه، فلدينا جناحا طائرة يعملان معا لتحريك هذا المركب. سأغير الاتجاه. جميل، أعجبت الطيور بذلك. في هذه المواقف البسيطة نريد الحرص على أن يكون كل شيء كرويا قليلا، وأن يكون مهيئا أكثر للعمل. عندما بدأت الإبحار للمرة الأولى، خلت أن علي رفع الأشرعة فقط والانطلاق. الأمر أشبه بالعلوم، يتطلب اهتماما مستمرا، وعلى نحو تدريجي عبر التجربة والأخطاء تعلمت ما الصواب وما الخطأ. عثرت على يخت أخيرا. إنني أبحث منذ مدة طويلة. الأمر يتطلب التزاما ماليا كبيرا، لكنني سأنفذ مخاطرة. يدعى اليخت روري مور، الذي يعني في اللغة الغيلية أحمر كبيرا. فيه جميع الأشياء التي أحتاج إليها في الرحلات البحرية. أحتاج إلى فلتر ماء، وأحتاج إلى خزان ماء ووقود بساعة كبيرة، وأحتاج إلى مولد كهرباء وألواح طاقة شمسية، وإلى طاحونة هوائية. امتلاك يخت يفسح لي المجال الوصول إلى الأماكن التي لم أذهب إليها قبلا. إنني أختبر روري مور على طول شواطئ نيوزيلندا، وكلما خرجت فيها ازدادت ثقتي أكثر بقمرة القيادة. أصبح الأمر حقيقيا، حصلت على يختي وأجريت تدريباتي. ما زلت أشعر بوجود شيء ناقص هنا، وهو التحدث إلى شخص ما يستطيع أن يفتح بصيرتي أكثر على أشياء قد أواجهها، أو أشياء يجب أن أنتبه منها. كنت أسأل الناس عن المارينا، وهناك اسم ظل يظهر لي، وهو بونجي. إنه أسطورة محلية، وعلى ما يبدو قد فعل ما آمل أن أفعله، وهو يعيش على هذه الجزيرة. أخبروني أن علي المجيء إلى هنا والتكلم معه، وأخبروني أيضا أنني بحاجة إلى تذكرة. أنا هنا مع تذكرتي، وأحتاج إلى توصيله. لابد أن هذا هو. لابد أنك أليس. أخيراً وجدته. أجل، انظر، أحضرت التذكرة. أجل، ستكون مفيدة، أنا واثق بأننا سنفعل شيئاً بها. لن تذهب سوداً. هل أنت من بنى هذا المنزل؟ أجل. هل رسمته أم بدأت مباشرة؟ لا لا لا، إنه مجرد تصميم حر. تصميم حر. أنت خارج نطاق الشبكة هنا؟ أجل، ما من ماء أو كهرباء، كل شيء يعمل بالطاقة الشمسية وحسب. أيمكننا إلقاء نظرة؟ هذا هو في الأساس. شاهد المنظر. أجل، البحر مرتفع الماء تقريبا بارتفاع 5 أمتار. ذلك هناك، أليس كذلك؟ مدهش. جهزته جيدا بعد العيش في قارب، ليس صعبا جدا. عليك التغيير وحسب. عليك التفكير قبل تشغيل أي شيء. أجل، وعليك الحرص على إطفاء الأشياء. كل شيء في المنزل لديه قصة، والناس وقعوا بأسمائهم على الجدار وكتبوا عبارات. أجل، يمكنك الجلوس هناك والقراءة، الأمر ممتع. أنت محاط بجميع ذكرياتك. أجل، توجد قصص كثيرة هنا، هذا شيء أكيد. هذا هو الحمام، هذا هو هنا، هذه نارنيا. هناك جناح آخر للمنزل. أجل، والمياه تصعد إلى أسفله تماما هنا، ليس عبر الأرضية طبعا. نعم، لكن حقا يمكنك الخروج إلى البحر؟ أجل. يمكنك صيد السمك؟ أجل، وضعت زجاجة شراب في الثلاجة لنا. في الثلاجة؟ هذه غرفة نومك؟ نعم، هذه غرفة نومي. أنت جاد؟ أجل، انظر إلى المنظر، إنها 360 درجة. أجل، لو كان لدي غرفة نوم كهذه ما كنت لأغادر الفراش. نعم. أشياء أحضرتها معك من رحلاتك؟ أجل أجل، ذلك من فينواتو. ما هذا؟ لقد نحته لي الرئيس. ذكريات الحياة، هذا أجمل ما في الأمر. ها
هل يسعدك أن تذهب معنا للبحار لبضعة أيام وربما تعلمني بضعة أمور؟ ما مدى معرفتك؟ ليس كثيرا، هذا أكثر ما يخيفني لأنني لا أعرف ما مدى عدم معرفتي. أنا أبحر منذ كان عمري 9 سنوات وما زلت أتعلم في كل مرة أخرج فيها، في كل مرة لأن الوضع مختلف دائما. زرت جميع أنحاء العالم مرات متعددة، الشيء الأصعب الآن هو محاولة إيجاد تلك الأماكن. أنت فعلت ما أنوي أنا فعله. ستكون على ما يرام. لم ترني على القارب بعد. علي الاعتراف بأنني عندما التقيت بونجي أول مرة كنت مرتابا قليلا، لكن أعتقد أن هذا واحد من الأشياء التي تعجبني فيه كثيرا. أشعر بأن بعضا من روحه موجود داخلي. إذا ذهبت إلى البحر فستعرف ما هي مكانتك في الحياة، لأنه لا يوجد أحد غيرك أبدا. هذا واحد من الأمور التي تجعلني أستمتع بالأمر لأننا بشر. إن لم تكن متواضعاً فلن تكبر. عندما تنظر إلى المحيط الهادئ الذي تبلغ مساحته 16,390 كيلومتراً، لا تجد شيئاً رومانسياً فيه. يجب أن تصل إلى الحضيض، يجب أن تكون باكياً، وعندها ستولد من جديد كإنسان. هل وضعت المفرقعات؟ أجل. ما المشكلة في ذلك؟ هل أمسكت بهذا؟ أمور رائعة، أنت مرحب بك هنا. مرحبا بك في سفينتي. سفينة كبيرة. أجل، أرى أنك اشتريت تذكرتك. أشعر أنني أستطيع التعلم الكثير منك. أقدر حقا صعودك على متن السفينة. مساعدة شخص آخر على الذهاب في رحلة ذهبت فيها مسبقا أمر طبيعي، وكأنك تقول خذ أمسك العصا. أركض يا فتى، أركض، هيا أركض. أحضرني بونجي إلى هذا المكان. لا أستطيع حقا إخباركم أين أنا. استحلفني أن أكون كتوما. مستعد للعمل؟ إلى أين سنذهب؟ حسنا، سنعرف عندما نصل إلى هناك. أحسنت صنعا أيها البطل. هل تشاهد هذا؟ هناك بعض المحار، أريد منك أن تذهب وتصطاد بعضاً منه. لماذا لم نحضر ذلك القارب معنا؟ لا. أتريد مني أن أسبح؟ هل أحصل على العصا بعد هذا؟ ماذا تريد مني أن أعطيك العصا وأقول لقد انتهيت؟ ماذا ستجني عندها؟ هذا يكفي. لا لا، الآن عليك القيام بجولتك. والدي جعلنا نفعل هذا، لذا أحضرها معك وأظهر تقديرك لي. لا أحب البرد. أحضر الصغيرة فقط، إنها الألذ. أمسك بسترتي. هل تخوض بروية وتدع الماء يصعد قليلا أم تقفز فيها وحسب؟ لا أعرف أبدا. رائع، شارفت على الوصول. المياه باردة لكنها تسخن الآن. وما علاقة هذا الشيء بالإبحار؟ أقوم بتقويتك وحسب. أجل، أكمل إلى الأمام. يبدو أبيض جميلا. ما الذي فعلته له؟ أنت تكرهني. أنا لست سعيدا. قم بتدفئتي. أحسنت صنعا، هذا يكفي. لا سقوط في البحر في هذا الوقت من السنة. أحسنت يا بطل. لا أصدق أنه فعل هذا. كنت أتجمد حتى الموت. إنه الشتاء، تبلغ حرارة الماء 5 درجات تقريبا. أنا متجمد. من الأفضل أن تكون لذيذة. هل لي بواحدة؟ ما رأيك؟ أنت مسرور الآن؟ الآن أنت مسرور لأنك ذهبت واصطدت هذه.
حتى لا أحب المحار. لابد أن واحدة فقط طعمها سيء، هذه ستكون ألذ. بما أنني فعلت هذا أريد العصا. لا يمكنني إعطاؤك العصا على الفور، لكنك تقريبا قطعت نصف الطريق. هذا يكفي، سأذهب إلى بيتي. إذن بت تعرف الآن ما هو البرد. المسافة من شفير ظهر المركب إلى الماء تشبه السقوط عن جرف بعلو 30 مترا، لأنها ستكون النتيجة نفسها. إذا سقطت على الجانب ستموت. أتمنى أن تكتب نعيا جميلا عني. سأفعل ذلك. جيد، ستقول بعض الكلام الجميل. سأسأل أين هي العصا. ستطلب استعادتها. أريد استعادتها. بونجي، هناك جانبان تقريبا له. هذا رجل صنع قاربه الخاص وغادر وبجيبه 30 دولارا وأبحر في جميع أنحاء العالم. ما زال بإمكاننا سرد النكات والضحك، لكن عندما يبحر يصبح جديا، وأحب ذلك أيضا. والأهم أنه يمكنني تعلم شيء من هذا الرجل. هناك نسيم ثابت بسرعة 37 كيلومترا في الساعة. كان بونجي يعلمني بعض الحيل، فن الإبحار الراقي الذي ما زلت أحاول تعلمه. هل تسير الآن بحسب الشعور أكثر أم أنك تسير؟ أجل، بحسب الشعور، لأننا مرتفعان قليلا. أنت تشعر بهذا؟ أنا أبالغ في التوجيه. أجل، إنك تنحرف أفقيا. أجل، اذهب في الاتجاه الآخر. هناك مكان رائع. ما ستشعر به الآن عندما لا توجه على نحو صحيح فهو غضب شديد في أذنك. ستصرخ علي؟ أشعر أنني أسابق الزمن. لن يطول الأمر قبل أن أحتاج إلى الانطلاق، لذلك أحاول التعلم إلى أقصى حد ممكن، ولا أشعر بأنني سأصبح جاهزاً في الوقت المحدد. إذا لم تكن خائفاً فسأشعر بالقلق. لا تتوقف عن الشعور بالخوف أبداً. الضغط الوحيد هو البقاء حياً، لأنك إذا لم تعمل على نحو صحيح فلن تنجو. لماذا أنت تساعدني؟ لأنه جرت مساعدتي. هناك قبطان عجوز أشعل الشغف في داخلي وساعدني. إذن عليك أن تنقل هذا. السبب الآخر وراء مساعدتي هو أنك بحاجة إليها. أنا أحبك أقل وأقل. يمكنك النزول في أي وقت. لقد أتى اليوم أخيرا وسأغادر غدا. أمر صعب التصديق، لذلك سأستضيف الليلة بعض الأصدقاء في المركب وسيتسنى لي أن أودعهم. ها أنت ذا أليس، ها نحن ذا. بونجي، كيف حالك؟ جيد. جئت مبكرا. الوقت آت، الوقت آت. حسنا، ماذا أحضرت معك؟ أحضرت هذه الأشياء الجيدة. ما هذه؟ هذه علب أزلت اللصاقات عنها. الغرض من هذا هو عندما تصبح الحياة، إذا أصبحت الحياة مملة قليلا وما إلى ذلك ولا تشعر بأنك على ما يرام، فعليك فتح واحدة منها. وقت الاستمتاع. نعم، ها هي إذن. حاول أن تخمن ما هي وبعدها ابتسم قليلا. ليس المحار. انتظر حتى ترى. أنت في طريقك وهذا يكفي. هل أحصل على العصا؟ أجل، إنها لك. حقا؟ أجل، حتى تخفق. كنت قلقا بشأني؟ ما أنا قلق بشأنه هو ما لم أخبرك عنه. أنا قلق حيال ذلك. لن أبحر من أجل تحطيم أرقام قياسية في الإبحار. أعني الناس يبحرون في جميع أنحاء العالم منذ مئات السنين. هذه رحلة شخصية، سأذهب فيها وأكتشف الأماكن وألتقي الناس وأتعلم من الثقافات. هذا ما أعيش لأجله. حانت اللحظة، تعود الساعة إلى الصفر. اليوم الأول. سأضع علامة. أحتاج إلى شخص يضع علامة صغيرة وأبدأ بتفقد الأيام بعدها.
أنا متوجه إلى المحيط الهادئ، سيكون مساري شمالا نحو مملكة تونغا، لكن في الطريق أريد العودة إلى جزر كيرماديك، لكن هذه المرة وحدي كقبطان. توقعات الطقس جيدة، ستكون هناك بعض الرياح، لكن على الأقل سأكون قد قطعت معظم الطريق. أشعر بالحزن والإثارة والرعب، لن أعود الآن. كان بإمكاني العودة لكنني لن أفعل. إن كنت تفعل أمورا تثيرك في الحياة وتخيفك في الوقت نفسه، فإنك على الأرجح تفعل الصواب. أراك لاحقا نيوزيلندا. تستغرق الرحلة طويلا، لست بعيدا عن جزر كيرماديك، وبشيء من الحظ سيتسنى لي الفرصة لتطأ قدماي اليابسة هذه المرة. الإنسان العادي غير قادر على الذهاب إلى هناك، يجب أن يكون لديك تصاريح خاصة لتتمكن من زيارة الجزر، ومن المهم ألا أحضر أي مخلوقات من البر الرئيسي إلى هذه الجزيرة. يوجد حاليا نحو 7 موظفين من إدارة الحفظ يعيشون هنا، وهدفهم الرئيسي هو القضاء على المخلوقات الغازية التي يحضرها الإنسان. أفخر بالقول إنني أنهيت القسم الأول من هذه الرحلة كقبطان لسفينة الخاصة. لا أطيق الانتظار للنزول في جزيرة رؤول وإنهاء هذه المهمة التي هي على قائمتي أخيرا. حرمت تلك الفرصة مرة ولن أحرم من جديد. جزيرة رؤول، جزيرة رؤول، معكم روري مور، هل تسمعونني؟ معك جزيرة رؤول، نتطلع إلى رؤيتك قريبا. انطلقت روري مور. المياه حول جزيرة رؤول محمية، يوجد موقعان للرسو أو 3 مواقع فقط على الجزيرة، ومعظم الوقت يكون الرسو صعبا جدا بكل الأحوال. هناك خط الساحل هذا كله حول هذه الجزيرة، وهذا هو المكان الأفضل للرسم. إنه مكان رسم غريب قليلاً، والرافعة القديمة التي هي هنا رأيتها في صور تاريخية كثيرة تفرغ السفن. موظفو إدارة الحفظ يستخدمونها لإطلاق سفنهم. من هنا يوجد ثعلب طيار، ويبدو أنهم يرفعون كل شيء بعلو نحو 200 متر هناك. لا أصدق، لقد عدت مجدداً إلى هذه الجزيرة، لكن ها أنا ذا على اليابسة. يمكنني الذهاب الآن والاستكشاف. تنظر إلى خريطة المحيط الهادئ وترى نقطة صغيرة لجزيرة هنا، ولا يمكنك تخيل التاريخ العميق والمتنوع الذي مر هنا. كل من التاريخ الجيولوجي والتاريخ البشري يعود إلى القرن 13. في البداية استخدم البولينيزيون الشرقيون هذه نقطة توقف بينما كانوا يستكشفون جزر جنوب المحيط الهادئ. أرادوا أخذ الطعام الطازج، لذلك أحضروا معهم جرذانا في أقفاص على زوارقهم الصغيرة، وعندما وصلوا إلى الجزيرة كانت بعض تلك الجرذان تهرب. ولأنني وصلت، نصبوا تلك المصائد على طول الساحل تحسبا فقط لإحضار إلى الجزيرة أي شيء لم يكن موجودا فيها من ذي قبل. المهم في عملنا عدم إيجاد أشياء كالأعشاب الضارة، وكل يوم لا نجد فيه الأشياء هو يوم رائع. رائع. هذه حفرة بركان، يمكنكم رؤية الأشجار الميتة هنا بسبب الانفجار الأخير. تلك هناك تدعى تلة الدمار، الدمار القديم من بركان عام 2006. أجل، إذن لا يزال هذا المكان فعالا جدا، أليس كذلك؟ إنك ترى صخورا تساقطت حديثا. تعرض واحد من أفراد الطاقم للقتل هنا، أليس كذلك؟ عندما حصل ثوران صغير؟ أعتقد أن هذا يبقينا مدركين حقا حاجتنا إلى احترام هذا المكان. هل تشعران بالقلق أن يثور من جديد؟ قد يحدث ذلك غدا أو بعد 20 سنة ربما. آخر مرة حدث فيها ذلك حدث من دون أي إنذار، إذن علينا فقط الانتظار والترقب. ما
وكل واحد منها مختلف عن الآخر. بعض الشخصيات المهمة مرت من هذا المكان. عدد أكبر من الأشخاص يذهب إلى جبل إيفرست بدل جزيرة راؤول. العمل الرئيسي هنا هو السيطرة على الأعشاب الضارة في هذه المرحلة. هناك أعشاب لأصحابها؟ بالتأكيد. أجل، هذه لك. لأجلي؟ أجل؟ حقا؟ ضعها وستجد الأعشاب في الحقيقة. حقا؟ أجل، نظرتك صائبة. هذه هي نظرة، صحيح؟ والأعشاب تنجذب إلى هذا. هل سترينني ما الذي علي فعله؟ إنها المطلوبة أكثر للبحث والتدمير. كل هذه، الحوذان البرازيلي، فاكهة الألام، الجوافة البنفسجية، وزيت الخروع، وهي جميعها تراث لأشخاص أتوا إلى هنا. لو أنها تركت بحالها لدمرت الغابة الوطنية. في أي اتجاه نذهب؟ ب85 درجة. عليك التزام ذاك الاتجاه. أعتقد أنك تنحرف عن المسار. أنت منحرف مسافة متر عن اتجاهك. نحن نبحث عن الأعشاب الضارة أثناء فعل هذا. أجل، كنت منحرفا، انتبهت لذلك. فاكهة الألام. ما حصلنا عليه هنا هو مجموعة من شتلات فاكهة الألام، إننا نسميها الغزو، وهذه ستستمر في النمو وسنستمر في قصها حتى لا تبقى أي بذرة في الأرض. توجد نحو 200 شتلة في هذه البقعة. الأمر يشبه إزالة الأعشاب الضارة من حديقة منزلك، لكن نفعلها في الغابة. هذا جدياً يشبه البحث عن إبرة في كومة قش. كيف سيطرتم على مشكلة الأعشاب الضارة على هذه الجزيرة؟ بتفاني الكثير من الأشخاص لفترة طويلة والتحلي بالصبر. إبرة في كومة القش في كل مرة تخلصنا من الأعشاب الضارة على جزيرة راؤول. أشعر بأنني محظوظ لأنني استطعت النزول على الأرض هنا والاستكشاف، لكن علي الاستمرار في التقدم. منزلي قائم هناك، عائم على الماء. جزيرة راؤول، جزيرة راؤول، معك روري مور، متوجهة إلى تونغا. أردت فقط أن أشكركم كثيرا على استضافتي. نعم، لا تقلق، سررنا باستضافتك هنا، واستمتع ببقية رحلتك. شكرا. حسنا، روري مور انطلقت.